تضرب نفسك خمس كفوف او تضرب عشان رتبي بعدين يلا باين ده جميل مش باين مش باين ازيك يا حبيبي عامل ايه قد كده معلش يا جماعه عارف مسلم عليكم انتوا حبايبي وعراسي وكل حاجه انا باجي في صواني باجي في اكل احنا بتوع اليوم اللي جايبكم في المطبخ جايين بكوبايه فاضيه وبعدين احنا برضو انا اسال سؤال هو عشان ابن اختك كل شويه اللفه دي يا جماعه احنا كنا بنلفها زمان واحنا في الابتدائيه ايام تحليل البول والحاجات دي والبراز دول ايه والله العظيم كنت والله فكرتني بيه بتعمل بقى كنا بنحط في علبه كبريت او في حته ورق زيادات ونربطها وتتلاقي كل واحد شايل الشنطه بقى تحت باطه وماشي سعيد باقي مش غير الموضوع بس يا احمد انت كنت نشرب تقرا استنيت يا حبايبي عاملين ايه وحشتوني اقسم بالله انا باجي الفيديوهات ما عارف ايه يعني احنا جايين ببركه ربنا ما حدش فينا فاهم بس احنا هنصور لا بس انا فاهم كل حاجه يعني انت جامد بتاع الظلمه بس ايه هو الفيديو والله ما اعرف هو احمد قال تعالى نصور فاحنا قعدنا على الترابيزه على اساس انه يجيب لنا عجله كل يا مره فاتت كان عامل لنا شويه شاي بتاع شوف النهارده جبنا ايه النهارده نشفى نشفى طب ايه هو الفيديو اتفضل اشرح للناس عشان انا فاهم انا فاهم كل حاجه بس الناس تفهم ماشي الفيديو تحدي لو خيروك لو خرروك لو خير هو دي مين خرروك ده وخراج يعمل ايه طيب احمد الاسامي الجوره في دي لا مين اللي هيخرروه هتخرروا مين عشان انا مش انا كل واحد يخرروا ويتخرر تمام كل واحد فيها ورقه وفي عقبين ايوه انت هتختار عقب منهم والعقبين اصعب من بعض كل واحد شي ورقه وفي عقبين انت هتختار عقب منهم مش هشرح لك احلى معاك يلا مين اللي هيبدا اصلا اكيد ابوك الكبير سيدنا كده يا مفيش حاجه حلوه لا مش مش حاجه بقى مش هيكتب لك جاتو يعني خد اختار ما تطمعش وهي ورقه واحده ايه يعني حله رز هطمع ده فيها عقاب هيعاقب على طول عقابين هيختار واحد منهم عقابين مفيش جوائز خالص وصل الفيديو ل 300000 لايك 300 هضرب كل واحد فيك اربع تقلاب لا سنين كده تلتم وتنزل انا اقرا لك اقرا لك ايوه تلتم وتنزل على السلم تطلع تلتم يا نقطة منزل نقطة خدت وحش مين اللي كاتب ده جميل ما شاء الله عليك خدتها فظيع تطلع وتنزل على السلم ثلاث مرات او تعمل ضغط 10 مرات علي هيعمل ضغط 10 مرات امي علي هيعمل ضغط 10 مرات ويصور الوقت اهو تطلع وتنزل انا كان في ايدي الورقة انت هي بتاعتك ايوه يقول بقى يا علي هتختار هي تطلع وتنزل ولا تلعب ضغط ضغط حلو ده اطلع وانزل اطلع وانزل اطلع وانزل الضغط اللي لسه لاعب يا جماعه انا كل يوم بلعب جيب لي عروكه ولا دكوكاتي كل يوم بلعب ضغط حوالي اربع خمس مرات المره بكون مره ب 100 رياضه يعني بعمل لي رياضه بس مش عارف الناس يعني حوالي 500 ضغط في اليوم علي اصلا رياضي جدا والله لما بيقوم من على السرير بينهي بيروح الجيم كله فالترابيس والمجانس تعبتنا النهارده بصراحه مجانس مجانس ده برص لا اطلع وانزل سلم ماشي هتصلي ولا ايه؟ اتصورت؟ اه صورة يا ابني لسه لعيب اللي النهارده طب يلا يلا ايوه انا مصدقك لحكم الصحه دي بالذات يا احمد يا خال يا خال واحد يا خال ايوه خال عاش عاش كده كام يلا انت ما قلتش يا احمد ايه ده؟ اوعى تنزل كده 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 اوعى تنزل بمبال تحت يلا لا ايوه كده ايوه كده أربعة خمسة خمسة يلا يا بابا يا جاهز ستة انا عطيك ستة ستة كمش انا بقى يلا انت محتلة كوباية ليه؟ عشان الكذبة البركة البركة يا ولاد البركة بس انا احب اخد اه بتجيب انت بتكرهي؟ يا حولة هقرأ ازاي والورق مفهوم انت بتعمليها عادي يا سلام ليه يعني ساحرة؟ عمار بصوا بقى استنوا ما انت هتلاقوا علب استني كده ما ينفعش تقعد تنقي كده لا خلاص انا فتحتها لا 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 ما ينفعش تنقي فكل اللي احنا معلمينه نقيتي؟ بين ولا ده فيها حاجه حلوه طب ارميهم وانا اختار واحد مفيش حاجه حلوه خالص فيها اختار واحد اختار واحد انا على الوش اه تمام انت عيل رخم شكلك كنت عارف الورقه طب والله شكلك كنت عارف الورقه والله ما اعرف يلا على انت ليك حاجه هنا كله بص انا عارفه من ده قرية على اصحابك تن تن على اصحابك وتقولوا انا عاوز اعرفكوا تاني او تشرب لترين ميه انا ممكن اشرب كوبايه ميه عادي لترين ميه لترين ميه تعرف لترين ميه لا لترين ميه بتروح حاجه ساعه ماشي لانه قال التليفون الاسود كده التليفون الاسود دي اجنه طب التليفون اللي انت ماشي بسيط على قدام الناس ايوه ما معايا نت هنستلف ده ما ده بتاعي
استنى يا جماعه هنجيب التليفون من ايه. الو الو لا اتكلمي حلو عشان انت على انت بصي انا ما عادش عايز اعرفك تاني. ربنا كريم. الحمد لله وربنا كريم. هي كانت منتظره ولا ايه؟ انت فرحانه قوي ليه كده؟ بقول لك انا ما عدتش هعرفك تاني ولا عدت اشوفك ولا ارن عليكي. ها؟ ماشي يا ريت. يا ريت يا ريت ويوم المنى ده انا غلطانه. انا بيتعمل فيا كده على الهوا؟ كانت بتعمل فيكي مقلب وانت حركتيها. ما عيطي ما تعيطيش خلاص والله ما انت معيطه. لا نعيد المنظر ده تاني قولي من الاول. احلى حاجه ان انا بس حب الناس حب الناس نعمه يا جماعه ودي اللي نشوه العب من الدنيا كره الناس انا عايش طيب يا اصلا. طب في لي اكلمك تاني. ماشي مين اللي بعدك؟ احمد. انا اكبر من احمد. اكبر من ثلاث ايام. كده بقى ثلاث ايام. يلا الدور على احمد. ماشي صغيره هتلف على كف صغير. انت بتقول ايه؟ صغير مش عارف عنده سكر عشان ما فيش ميه. اوه احمد جاله شال الرعاش اللي حصل. تشرب بيض ولبن او تاكل ليمونه كامله من غير ما ايه؟ من غير اكشن. من غير ما تعمل اكشن يعني يا كلها ليمونه هو سعيد يعني. لا كلها ليمونه يا جنه من الثلاجه. ليمونه يا جنه. استني يا سامي على الفطار. استني يا جنه. انا اقسم بالله ما عندي لا بيض ولا لبن ولو عندي بيض ولبن مش هحطه نلعب. هنعمل بنات هعمله بكره. او بشاميل. هاتي ليمونه يا جنة. انا قررت له. انا قررت له. حددت له يعني؟ انا حددت له ياكل ليمونه. اجدع ليمونه يا معلم. من غير ما تعمل تعبيرات وش. لا انت لازم تبقى سعيد. يلا. خليك سعيد. افرح افرح ده ليمون. ده حاجه انت سعادتك كله بيوصل ل 100 جنيه فيه. انت قسمتها اصلا ولا لسه؟ ما هي لسه جامده. ما تعملش تعبيرات خالص. ما تعملش تعبيرات. لا اهم حاجه ما تبقاش تعبيرات. وعينيك ما تدمعش. لا حول الله يا رب. لا حول الله. طب انت يا ابني بتعذب نفسك يا ابني عقاب السيف يعني بقى تقعد تعمل لك الوليمه دي كلها تاكل ليمونه. عينيك ما تدمعش. ما تدمعش. ما هي ناقصها يا ولاد الليمونه دي. بلعها. بلعتها سليمه تقف في زورك. دي تكون مناعتك. كفايه كفايه بقى. تكون مناعتك تفاها بقى تفاها. ما تفهاش يعني. خش يا خش. ما لا ما تفهاش في الكوبايه. منديل منديل ما فيش مناديل. ابلعها يا عم. ابلعها يا عم. ما فيش مناديل. يلا يا بيه اللي بعده. خليك كده عايز. ابلعها سهل. خليك لما الليلك منديل. انا محظوظ. يا انت جات لك نيتك حلوه. نايس. طبعا مش هتعرف تقرا. ايه ده؟ مش هتعرف تقرا. ما بيعرفش يقرا. امير استهلك يا ابني. خطي وحش. امير يا احمد هيرجع ويرجع لكم تاني. ايه؟ الاثنين هي من بعض. ايه هما بقى؟ كنال ايه؟ كنال ايه؟ تخلي اللي جنبك يرسم على وشك بالميك اب. اوه بالميك اب. اه تعالوا جنبي يعملوا لنا تصور صوره وحشه وتنزلها على انستا. ما عنديش انستا. لا عندك فيس. ماشي خلينا في الرسم. ماشي تعالوا جنبي يا امير. لا نادين يلا نادين يلا نادين. لا ما تخليش نادين نادين. يلا يا بنت اي حاجه من النادين. يلا يا بنت نمر بس ما تجيبيش القلم الرش اللي بيثبت. انت خسرت. ليه؟ لا يثبت يمشي كده بالرش. اه بسرعه يا نادين. مفيش ميه عندنا. هو لما هي ميه ليمون. انت جاي تشرب عصير. انت جاي تتبسط. مش عارف. لا عايز ليمون وعايز ميه وعايز بيض وعايز لبن. تاكلوا فراخ؟ ده بصوا اكل الليمون راح جاب فراخ من المطبخ عادي. احنا ناس عادي خالص. بصوا له بصوا له انتوا بصوا. ماشي ماشي. لو حطيت له فاونديشن هيزعق. اقسم بالله دي حاجتي اللي سرقت مني والله العظيم. المسكره دي استني خدي. طب والله العظيم المكياج ده فيه كتير من بتاعي بس طب استنى عشان ما يزعقش من بعض. اهو من المسكره دي. المسكره دي بتاعتي والله العظيم. الاثنين دول بتوعي وفرشه البلاط. لا مش بتاعتي. الرش بتاعي. يا جماعه اهو بتاعي. سيب حاجتي دي. الكريم ده بتاعي. والله شادو. والله يا ولد مش وقته. خلاص خد حاجتكم ما حدش هينفع. اصبروا بس. والمخمرية بتاعتي. بص دول بتاعي. ده برفانينة دي. بس لا ايه ده؟ ايه ده ليه؟ المخمرية بتاعي اقسم بالله انت حرامية. شكرا. بس ده حاجة كده. والله ده برفان مش ده ريحة؟ مخمرية.
عادي انا وانت واحد. لا انا وانت ترى اربعه. كملي انا دنيا يلا ولا شو الوقت ما بتخليش استعمل حديد سين سامع انا عايز اعمل معاك والله خليك راجل وتمكي نادين عزيز خذي ما توفرت مكيش حلو يا امال بنت لا مش على بق مش على بق والله حلو الشنب شنب احمر لا ما بيروحش ده ما بيروحش ده ما ده ما بيروحش والله مك مك ايه مك ايه وسجاد عمر يا ناس يا عمر بس لا 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 بلاش روح خد مندي على مرخيك على مرخيك على مرخيك كفايه 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 ولا لا احنا عملنا حاجه خدوا منك اقسم بالله كفايه يا خلاص بقى خلاص بقى يا حبيبي يا ابني بس خلاص بقى كفايه كفايه ايه بزور الولد بس يا ولد رتبي لي كده الكيش انت رتبيه بعدين يلا باين ده جميل مو زي مش باين مش باين انت كده طعمه حلو انت عسل شوف يا جماعه صوره عادي صوره زمان ايام ما كنت بقى شاب عايق ايام الطفره انا دي ونهدينا دين وهي صغيرة شايفين الجنة لو النظام الله يرحمك يا عزيز الله يرحمك يلا ايه اللي بعده يلا الفيديو بقى ده ضرر نادين ضررش بجد يا مام يلا يا نادين مش بجد انت فاكر ايه انت بتروح ايه نادين وهنقلبه ما سلام لا تصوير بطيء يا دين النبي نادين شو خلص بقى يلا غني يلا غني قولي تغني اغنية قدام الكاميرا او تكسر بيت على دماغك ما عندناش بيت غني لا انا عايزه بيت اقسم بالله ما عندنا بيت لو عندنا والله انا كسرها على دماغك مش هكسرها على دماغك والله يلا غني يلا غني اسيا وقف الطلبه ينظرونا جميعا غني بتاعت اسمها ايه اللي كنت مشاهده لا اغنية تانية بتاعت كربوزايا كربوزة غنيها غني لي كربوزة لا مش هغني انا غني لي كربوزة والله انظرونا جميعا يلا 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 ما اعرفش سافر الورقه ولا ايه سافر اه سحبش الفرقه فيه حتى غني يا ماما غني وانا وانا يخسر هاتي البيضة انا عايزة بيضة يا سيدي اقسم بالله لو عندي بيضة وانا احطها على راسك احطها في صينية بشاميل بكرة واقلها لابوكي يفطر بقى ويفرح خدت من البيض واللبن ولها كلام كده يا نادين قولي كلام كده امك مش ممكن تاني امير مش عايزها تغني مش اغاني يا نادين قولي كلام كلام هو احنا واقفين على المسرح يعني انتي فكرة ان احنا نفسي نسمع صوص حبش الفرافية حتى يا ولد يخرب بيتك انا صاحب بالتقدير حتى لما تركب الله تركبي الاتاري؟ اتاري اللي هتركبيها مع بوكشي؟ بقى اغنيتك ماشي انت دي يا دكتور نادين بنت بقى لا ما تعملش كده الحركه دي معناها ايه اصل نادين طول النهار بتحرك بالبطء هي وامان بطيء فعال طول النهار يقعد يشد في شعره بقلع بقلع وارمع على الارض بتخنق يا رب يطلع لي في بالي شعري تحط تلج في هدومك او تنزل نشوه بالقلم لا 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 تنزل ايه تنزل اللي جنبك على الشمال بالقلم 10 جنيه يبقى لك 10 جنيه نشو بالقلم ايه؟ اديك 10 جنيه ده بس اه 10 جنيه اديك 10 جنيه هتجيبها الوقت اللي تحط التاني لا اجيب 10 جنيه 10 جنيه لا 10 جنيه والله طب هات 10 جنيه ده ماتش زي ده ربع ساعه لا 10 جنيه والله يا جماعه لما تلاقيت 10 جنيه ما لقيتش خلاص تحط تلج فانا هي بقى لها كده 7 جنيه ونص 2 جنيه ونص اهو لا 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 ايه مرات خالي تدال 10 جنيه هي برضه موافقه تدال 10 جنيه دلوقتي 7 جنيه ونص تحط التلج ماشي انا لو مراتك بسكوته من اللي لونها مجمل انا لو مراتك ولا اعرفها سوري شويه سوري شويه خليك في انا عايز ال 10 جنيه ايوه كده طيب يا بنت ليكي 7 جنيه ونص والله انت مش معاك فكه انت اللي مجمر دي بقى والله العظيم ما معاكي لا معاك لفكة وتجمد لا حول ولا قوة الا بالله صعب عليك 7 جنيه ونص مين ماما ده نص طيب قوي ضحي انتوا مركزين معايا احنا بنحب ولادك يا رب يقولوا انت اللي جنبك بالقلم تعالى احمد اهو قلبان اعمل بقى اللي بقى بس هو ايه ده مين حمار كتب الورقه دي وخطك يا حمار ايه مش انا تاكلي شطه يا تحطي ليمون في عيني هات الليمونه لاحمد ضعضع اختيار احمد مش انا
ده احط الليمونة في عيني. افتح عينك كأنها اطمئتي برطمان الشطة. انا بخاف. يلا احنا جامدين اوي على فكرة. انا مش زيهم. الشطة خلاص. انا جامدة اوي على فكرة. انا من زيهم. انا اتعاقبك مش من معلقة. حتى فعلا خلق وانت بتعمل. لا ما مش هجيبها بعد ما هستنى. طب بصوا والله لا شوف انا حاطط لها حتى عشان ما تشنقش. عادي يا ابني افصفه كده. ما كنتش حاطط صباعك في مناخير ده في البرطمان. انت من جم على سيب بحق جه النبي تشنق. ماشي شايفين؟ على ده تسيبهم منهم حاجه. طب حاسب شايفين؟ مش باين حاجه. مش باين والله. لا لا فريد ده عشان عندهم كده. ايوه لا استفع يا جماعه استفع. مش فاهمك. برافو. شايف التحديات. تقول لي 2 جنيه ونص اصلا عشان شويه ميه يا بنت. شوف ده شطه بجد. اما لا الحته اصلا اللي عليها حلقتنا والله. شو احنا غن خليك قول لي شطه. انا كل البتي اللي هو خالد يعني بقول لي جنى هات بتاعك والله ما قاعده. يلا يا جنى. يلا اللي بعد كبرتك بيه. اللي بعده احمد. يلا خلاص مش عايز اشرب. يلا احمد ما بعرف كيف ساعات بتضمر انت لوحدك. يا دكتور من البلكونه ما تموتش ينزل عليك هيخلص. يخرب بيتك. ايه بقى؟ هيقص انت متخلفه؟ لا يا نادين لا لا. ايوه ايوه وريني. ترن على خلاص ما تكرهش الاولى. تكره انت بولا. انا عارف بحب الحاجات دي. يحط ايده في قاعده الحمام. ايه ده؟ او ترن على مكمن. ماكدونالدز. فكرت مامتك بس انت كنت بره غلط. هات ورق بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. مالك يا باشا؟ ايوه معايا. اه عندكم فراخ؟ سلام. السلام عليكم. ايوه يا باشا معاكم. عندكم فراخ؟ مشكل فراخ يعني؟ اه سبايس. عندنا فراخ كتير مشكل فراخ. عندنا اول ده مش عارف فراخ ان شاء الله مش 80 100 120. كمان بس طب اختكم والله احنا ما عندناش. عندي شيء خط زي نشو. لا ده اول حاجه. لا ايه طب ايه شو شعره هز علي. بص ايدي تقص حته من شعره. تقص حته من شعره. هو بيعمل عمره. انا عارف. تقص حته من التيشيرت وتاخدها تعمل بقى عمل تجيبها بقى وتحطها في ديل كتكوت احمر. بص يا مصر ما اعرفش وايه كتكوت احمر. وكتكوت ايه ديل كتكوت احمر. هو يعني شو بقى هو بيقولوا كده ان هم بيقعدوا يعملوا قصص. تقص جزء من شعرك وحته من التيشيرت. روح التيشيرت اقطع التيشيرت. لا 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 حرام عليك. هات التيشيرت اهو اهو دول ثلاثه اهو. ضايق. لا 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 اهو مرانو 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 اهو والله العظيم اهو. اعمل كده. لا بس تشدها له جامد كده وجعلها. بص اوصل لك حته من اهو. لا خلاص اهو خلاص شعر خروف. اللي بعد يلا بس بقى اقعدوا ساعتين الورقه تتفتح. يلا علي علي حته شعر تشمع. انا باخد كمية سلام يا بنت اخلصي. اسكت معايا انت. هاي المثال كل ده كلام. ايه بقى كمان قلبي ما تقلبتش حلو. فرشات تفتح اخر شات كلمته وتنزل لاي حد في الشارع تقول له تليفونها بسرعه بقى تليفونها. اجول يا اجول. لا انا ممكن اختارك تاني. لا ليه تنزل لاي حد في الشارع تقول له ولا انت ايه هاتي كلامك اهو. ليه كل المقاسي تلات على مقاسي. لا مش هختار تاني. يلا افتح. لا انا اللي افتح. لا يا ماما هاتي الباسورد بتاعك. الباسورد بتاعك ترى انا افتح لكم انا اخر مشاغ. هو انت عملت ايه يا بومه؟ صاحبتي؟ قامت قايله لك قلبي. هي البومه دي وتقطع لها قلبي؟ ما انا ما عرفتش مين. عملت ايه يا بومه؟ انت بعت لها دول عملت ايه يا بومه؟ لا انت فاتحه محادثة اللي احنا اسمها اجر بتقول لي بعت الصور كنا متصورين مع بعض. امال بومه اللي تحت هي بتدلعها بنادم بتدلع بجومه. صحيح كنت عملت ايه يومها؟ يوم يا اسطى موش يا اسطى دي جنه. انا ايش دي جنه موش يا اسطى والله ما جنه واحده اسمها ايه يعني يا موش يا جنه. اه انت قالت ماشي يعني موش قالت تنوسه حط لها ايه تبقى مواشي. موش يا اسطى موش يعني ايه موش يا اسطى. كانت عايز تكتب ماشي بس جت واو. عادي يا ماما. طب ويا اسطى دي اللي ليكي بيقولوا لك يا اسطى جنه قبل ما بتقول ايه يا زميلي ويا اسطى ويا صاحبي يا زميلي.
يعني انا ممكن لما اجي اطلع واحده صاحبتي اقول لها يا زميلي ما خلصتش يا صاحبي. طب اقول لي سواق التاكسي ايه والنبي يا طارق يا جنة يا جنة كفايه كده على الفيديو لسه لسه بابا لسه واقف ماشي ده اخر انت انت الوحيده هتاخد ثلاثه فيديوهات دي بقى من حظك ونصيبك انت تضرب نفسك كفوف او تضرب نفسك كفين اللي جنبك تضرب نفسك لا 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 باش تضرب نفسك خمس كفوف او تضرب لو عجبكم الفيديو قولنا نعمل جزء تاني ما تدعولوش لجزء تاني عشان فيه مبريش فيه اعمل فيديو اكل فيديو اكل وقولي لو خيروكي تاكلي لحمه ولا فراخ اقولكوا كل اتنين مثلا وهم انا وعلك نقوم بهم ونقوم ونتبسط وبس وبس وخلاص ضغطوا لايك ما تضغطوش وتر يا قناه ما تضغطوش يلا اضغطوا لايك وشغل الاكل معانا وصلوا لايك 1000 مشترك لا ما توصلوهاش هي هتمشي لوحدها بتنط يلا سلام.